طيب معلش، حكم وجود أعمدة في المسجد، أعمدة للصلاة الصواري دي حكم ايه؟ بدونها المسجد سيقع، يعني لا يمكن إقامته إقامة سوية. طيب ما العهد الرسول كان فيه سواري. في أحد المشايخ عندهم ذكر اسمه كان يقول إنه السواري ديت مكروهة والأفضل عدم وجودها، لأن هي ازاي يعني هنا من المسجد؟ ازاي بتفرق يعني؟ الصفوف وكده وكذا يعني. لا، مسجد الرسول كان فيه سواري، طب أنا دلوقتي بس مثلا أنا والكعبة يعني فيها مسافر. سواري من عهد الرسول أيضا، الكعبة فيها سواري. سأل ابن عمر بلال أين صلى النبي لما دخل الكعبة، قال بين الساريتين المقدمتين.